صباح الخير، فقرة جديدة من أوروسكوب مثل العادة بتحمل مفاجآت وحظوظ جديدة رح نتعرف عليها أكثر وعلى تفاصيلها من خلال جولتنا لا توقعات سبع الشهر اللي بتبدأ مع برج الحمل. صحيح أنك عم تمر بيوم عصيب أيها الحمل جراء المشاكل العاطفية، لكنك بتحافظ على هدوء أعصابك وبتتصرف مع الشريك بالشكل اللايق. على الصعيد المهني ما تفرجي عن ضعفك أمام الأشخاص يلي هدفهم تحطيمك، وعليك أنه تكون أكثر وعي لتطورات مجال عملك وتحاول أنه تجريها. برج الثور، المشاكل العائلية بتوتر علاقتك بالحبيب أيها الثور، فكون حذر وما تطلب منه التغيير. مهنياً بتمتلئ حيوية أو بتعيش أوضاع استثنائية وبتشع بشخصية مميزة وبتكون متزن بخياراتك. برج الجوزاء، الأوضاع العاطفية على أفضل حال، فاستفيد من هالوضع على أكمل وجه واستغله للقيام برحلة مع الشريك. مهنياً بيلقي اليوم الضوء عليك وبيستقطب المهتمين فيك، فما تتردد بالدفاع عن حقك. برج السرطان، أوضاعك العاطفية بتتحسن تدريجياً، الأمر يلي بيخليك تشعر بالراحة وأنت قرب الحبيب، فبتنسى هموم الدنيا وبتستعيد معه أجمل اللحظات. على الصعيد المهني انتبه من مواجهات وما تتورط بقضية شائكة، بل راجع أوراقك ومستنداتك وانتظر بعض ردود الفعل المتعلقة بقضية مالية. برج الأسد، ما تغامر بعلاقة عابرة أيها الأسد، فاللي بتعرفه أفضل بكتير من اللي بتجهله، وتجربك السابقة خير دليل على هالشي. على صعيد العمل بتلتقي شخص بينال عملك أعجابه، لكن ممكن تصطدم بواقع ما بيرضيك أو بتعرف أمور بتخلي خطواتك تتراجع. برج العذراء، تدخلاتك بتسبب المتاعب للحبيب، فكون حذر وإلا فرح تصير وحيد ومنزوي. مهنياً بيوفر لك اليوم طاقة إيجابية وما رح تعكسك بعض الأمور بالعمل. برج الميزان، بخف الوهج العاطفي أيها الميزان، لكنك بتحظى بمساعدة الشريك أو الزوج بقضية مهنية. على الصعيد المهني بيلقي اليوم الضوء على قضية ممكن تستدعيك، وبتجمد بعض العلاقات الشخصية بسبيل خدمة بتأديها. برج العقرب، بيحصل أمر بيسبب لك الإرباك بمجالك العاطفي أو العائلي، فعليك أنه ما تجازف بمجالات خطرة. مهنياً تجربة قاسية بتمر فيها ممكن تفضح أمر أو بتلاقي نفسك متورط بقضية قانونية أو غيرها. برج القوس، ممكن تترك أثر إيجابي أيها القوس بشريك عاطفي وبتظهر النتائج تباعاً. على الصعيد المهني بتختفي اليوم بعض الالتباسات وبتكون محط الاهتمام وبتقطف ثمار جهود سابقة. برج الجدي، ما تخضع لمتطلبات الحبيب قبل ما تتأكد من إمكاناتك، وإلا وضعت نفسك أمام موقف محرج ما رح تعرف كيف تتخلص منه. على الصعيد المهني من المؤسف أنه وصلت حالتك لهالمرحلة، وهالشي سببه عدم مبالاتك بكل يلي عم يدور من حولك من أمور أخطأت بتقدير حساباتك لها. من تابع مع برج الدلو، الحياة العملية بتلهيك عن الحبيب وبتبعدك عنه، ففكر فيه ومنحه الوقت الكافي للبقاء بقربه. على الصعيد المهني يوم واعد جداً، بتكون نشيط بالعمل وعندك الدوافع والحماس الكبير لتنفيذ مهام جديدة. وآخر برج معنا لليوم برج الحوت، عليك أنه تعتمد مع الشريك مبدأ المعاملة بالمثل، فهالشي أفضل للطرفين، لكن لابد أحياناً من تقديم بعض التنازلات. على الصعيد المهني بيخيم على جو اليوم مناخ حلو من التفاهم، وبترتاح الأجواء وبتخطط لمشروع جديد. أما مورود اليوم من برج الحوت، الأكثر لطفاً ولكنه الأكثر مزاجية، ما بيعمل إلا المقتنع فيه وحسب مزاجه، معتقداته مختلفة عن غيره، بيديره إحساسه أكثر من عقله، محبوب على الرغم من آراء الناس المبدئية فيه على أنه متكبر أو مغرور، ولكن تتغير نظرتهم له لما يكتشفوا شخصيته. هيدا كان كل شيء لليوم، وهلأ منتابع مع MTV Alive.